يعني واحد المبادره اللي ما سهلاش سي التفاصيل ان تبينوا على كاليتي ديالكم الدراري هاد النار ديالكم نتوما بينوا لا كاليتي التكنيك اللي عندكم بينوا اش تقدروا تعطيو اش تقدروا تزيدوا راسكم نتوما حتى النار كيبقى ديالكم نتوما ما تعرفوش كاين كل واحد ان شاء الله غيسهل عليه ان شاء الله كل واحد أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الإله بيبا، رئيس فريق شباب الصخور السوداء كرة القدم اللي كيلعب في قسم الممتاز عصبة الدار البيضاء الكبرى، ولحد الساعة كيحتل المرتبة الأولى في عصبة الدار البيضاء الكبرى، والطموح ديالنا هو الصعود إن شاء الله هاد السنة لقسم الهواة. بالنسبة لهاد المقابلة ضد فريق الرجاء البيضاوي هي مناسبة باش نوقفوا على بعض الإمكانيات ديال بعض اللاعبين اللي بحضور منقبين دوليين لفرق أوروبية كثيرة باش يوقفوا على المستوى ديال بعض اللاعبين يقدروا ينتقيوهم لبعض الفرق، وهذا كيبقى واحد الشرف كبير للفرقه ديالنا كشباب الصخور السوداء لهذه البادره بمعيه الصديق والاخ يوسف مساعد اللي دار لنا هذه البادره اللي بالشركه ديالو، وكنتمنى ان هذا الشيء ينال استحسان ديال الناس اجمعين وتكون واحد البادره طيبه اننا الدوله نجيبو قدام ان شاء الله. بالنسبه لفريق شباب الصخور السوداء دائما نخضع للعتيق ديالو هذه المهمه انه في تكوين اللاعبين، كانت واحد المسيره موفقه الحمد لله من نهار خدينا الرئاسه للفرقه 4 سنوات، نصعدنا العام الاول وصعدنا العام الثاني، وهذا العام كما قلت حنا محتلين الصفوف الاولى، زيد على ذلك ان كاين بعض اللاعبين اللي عندنا اللي الحمد لله بعض الفرق الاوروبيه اللي تكلموا فيهم وصيفطنا واحد الدعوه باش يلتحقوا بهم، زائد واحد اللاعب اللي عندنا حتى هو يلعب دابا راه كيلعب في المنتخب الوطني ديال اقل من 15 سنه، هذا كيدل على العمل اللي كنقوموا به والحمد لله بمعيه الاخوان الاطر اللي معنا والناس كيشتغلوا معنا في النادي. زيد على ذلك الفريق عنده واحد الخط تصاعدي رغم قله الامكانيات اللي عنده، ولكن الحمد لله الخط التصاعدي اللي غادي فيه كيبشرنا بان ان شاء الله القادم ان شاء الله افضل ان شاء الله.